تحتل الديوانية مكانة خاصة في نفوس الكويتيين منذ القدم، حيث شكلت في مختلف مراحل تطور البلاد صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، وعاملا رئيسا في صنع القرار السياسي وتعزيز الوعي الثقافي والديني، كما أن جذورها تضرب في عمق التراث الكويتي الأصيل. خالد الفارس زار إحدى الديوانيات وأعد التقرير التالي. يعود الأصل في الديوانية إلى النظام القبلي الذي كان سائدا في الماضي، حيث يخصص ركن ليكون مجلسا للرجال واستقبال الضيوف، يتم فيه تداول الأحاديث والأخبار، وقد انتقل هذا النظام إلى المنازل حديثا مع إصرار البعض على تزيين ديوانياتهم بكل ما يتعلق بالتراث الذي كان يستخدم في الماضي. وقد لعبت الديوانية دورا مهما في الترابط الاجتماعي بين أهل الكويت. الديوانية مجمع رجال، وكان أول بيت شعر، والديوانية طرف البيت ديوانية ومجمع للرجال، ويحط العتمة اللي هو يسمى القاطع بين الحرم اللي هو النساء وبين الرجاجيل، والرجاجيل تجتمع ودائما تسولف اللي هي ترغبه، الأمطار يوم البادية قبل اللي يرغبونهم يسألون وين نزلوا المنطقة اللي هم بها، الشعيب اللي سال يرودونه، يركب راعي ذلول لأنهم خيلوا البرق بالكويت. الزي هذا كان ما هو موجود، لكن هالحين بالديوين ابتدوا يزينون ديوانياتهم بالزي هذا اللي هو الزي القديم، التراث اللي احنا كنا نرغبه قبل متعودين عليه. والديوانية هذه تريح حتى اللي يجي من بعيد ويسير ويشوف المنظر هذا والزي القديم، حتى نفسيا يرتاح له، وهذا هو عادتنا قبل وتقاليدنا واللي نرتاح عليه. يعني التراث هذا قبل اللي الحين احنا حاطينه تراث، قبل هو الطبيعة فرش، الفرش هذا والمعلقات أو الموجودات هذا كانت يزينون الذلول بها، كلها تراث هذا الفرود اللي شفتها معلقة بعد، هذا كانت أول نوع فتيل حشو، بعضهم في ناس يسميها بارود، بعض فرد وبعضها يسميها ردنية، وبعضها الحين يسمونه مسدس اللي معلق جنبه هذا الحزام اللي يحط به الفشق، الواحد يذكر الفشق يتحزم ببطنه مشان على طول يطلع ويحط بالبارود، يعني تقليدي. عندي رسلان اللي هالحين نستعمله، يعني دلال اللي يسمونها دقة رسلان، وعندي دلال البغداديات شغل بغداد، هذا هو دائما الجمع هذا. احنا قلنا من اول التراث، واللي يبي يجمع تراث لازم كل شيء قديم او كل شيء يطرى على باله يجيبه. أول شيء الأشخاص اللي ضاري للقهوة، إذا ما شرب نهار ما يشرب قهوة ممكن يختل عنده التوازن، وهي تجمع اللي شروى الوجيه هذه كلها، القهوة هي جمعة، وعند الخيرين أول، وبعدين أول كل واحد عنده شبة القهوة يجتمع عندها الناس ويأخذون الرأي عنده، وإذا في شيء عنده جمعة. البادية قبل هم تراثهم طبيعي تراثهم مو طبيعي، من حلالهم صوف أو وبر أو غيره، من بيوت الشعر، من الدل دل ألبل ودل الحلال، ما في شيء. القديم هو طبيعتهم، يعني الطبيعة، لكن حاليا قمنا نسترجعه ونستذكره كذكرى، صار لأنه راح، قمنا نستذكر ونتونس فيه، نتونس فيه بالمنظر والنظام القديم والعيشة القديمة. حاليا صارت الناس كلها حضارة، عسى الله يوفقنا جميع المسلمين. المجالس طول العمر مدارس، هي مدارسهم سابقا، ما عندهم مدارس لكن مدارسهم المجالس، يأخذون رأي بعضهم بالأماكن اللي ينزلونها، وين يرحلون، وين ينزلون، وشنو الموضوع اللي يعيشون بكرة، وشنو اليوم اللي عندهم،
البدو تراثهم قبل كله من الوبر ومن الصوف، وكل إنسان يحن الماضي، وهذه الأمور يمكن بهاتنا لحقوا عليها وأجدادنا. التراث لا غنى عنه. البيوت قبل حنا بيت قيضي وبيت شتوي، بيت الشتوي بيت شعر، بيت القيضي من صوف الغنم، والشعر من شعر الماعز، وفيه زرب اللي هو هذا الزرب، وفيه من الشدي يحطون بين المحرم وبين الرجال. ولا يزال الكويتيون يتباحثون في الديوانيات حول شؤونهم السياسية والاجتماعية والدينية وحتى الرياضية. خالد الفارس، الرأي.